ده برضك يا جميل اهون عليك تبعد عني كل ده. اصل بعد نجاح العمليه الاولى اخبارها وصلت كل الناس، الطلب بقى علينا كتير قوي يا طاطا. يا ايه طاطا؟ يا لبيب. قوليها تاني كده. طاطا يا لبيني بالقوي. طب مش لما نخلص بقى حسابنا القديم الاول؟ انت على طول مستعجل كده. امسك. كام دول؟ استنى بس خليني احكي لك على اللي عملته في حبك الاول. نعمل كاسين الاول عشان القعدة تحلو. انبسطوا وفرفشوا يا اولاد، مفيش اكتر من الفلوس. وانت ده نجف امرنا نحن جلالة السلطان إن التاتي الأول بالعفو عنك. والآن والآن نقدم إليكم الراقصة التي عادت إليكم من جديد. عادت إلينا منين؟ من التربة ولا السجن؟ من السيما يا باشا. الراقصة ابتهال. السيما والمرسح وحاره اليهود. والبلطجه وسيده العرش. بقول لكم ايه، تحبوا تشوفوا راسي ولا راسها؟ لا راسها. غيرك يا نطاط الكلب. هتقولي بقى مدير المخروب ده؟ بس يا ستي، فمفيش مكان هترقص فيه غير لي انا بس. ده حب. حب ايه بس يا مرسيل؟ وما اللي انت قام لمؤاخذه يبقى شكله عامل ازاي؟ ومقام سيدي اللي بيني لا جننها، انا هعرفها بقى هي ولا انا. طب ومقام سيدك اللي بيني ما تنساها وتوفر فلوسك. خايف عليا مقلبيه قوي. الحاره اللي خرجت منها لازما ولا بد ترجع لها تاني. طب هو احنا هنقضي طول الليل نتكلم على برنسس ابتهال ولا ايه؟ لا اصلا